كيف تعاملت مع هجوم الرئيس المعزول محمد مرسي عليك في الأيام الأخيرة قبل ثورة 30/6، يعني وهو يعدد المؤامرات على مصر وعلى حكم الإخوان، وقال هذا التعبير الذي استمعنا إليه منذ قليل؟ لا هو شوف، محمد مرسي والإخوان المسلمين تصرفوا مع مصر على أنها جمعية خيرية، وتصرفوا على أن الشعب المصري يجب أن يسمع ويطيع، لأنه الله منحكم فرصة أن يحكمكم الإخوان المسلمين، يعني هيك بتصرفوا، ولذلك أمعنوا في القتل وأمعنوا في الـ يعني إثارة الفتن ومسيحيين ونصارى وكل الكلام الفارغ. وانت لاحظ الله، يعني الناس مش حاسة بالنعمة اللي عايشة فيها اليوم، انه بطلت تشوف على التلفزيونات تفاهات الإخوان المسلمين او كلامهم الفارغ والفتاوى والمسخرات هذه اللي كانت تطلع في ذلك الزمن. لذلك خطابه بالنسبة لي كان عادي، اذا كان هو هيك بعمل في الشعب المصري، فانا اديت واجبي كوطني فلسطيني مع الوطنيين المصريين، وانا معروف انه يعني انا الاخوان المسلمين ضدي وضد شعوبهم، وانا ما لا استحسن حكم الاخوان المسلمين باي حال من الاحوال، لانه بودينا على الاوهام وعلى الشعارات وعلى التدمير الذاتي وعلى شوف اخطر ما كان يخطط للعالم العربي وصول الاخوان المسلمين الى مصر. وصول الاخوان المسلمين الى مصر اخطر. شوف العالم كان يصمم لاثاره صراع ابدي في هذه المنطقه، واحد بين السنة والشيعة، في هلال سني قائم من إيران إلى مرورا بالبحرين مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وإلى آخره، يجب أن ينشئوا محورا آخر وهلالا آخر سني. مين هي؟ الهلال المحور الأول هلال شيعي، يعني هلال شيعي وهلال سني. مين هلال السني؟ تركيا. يرجعونا أردوغان هذا يعلمنا، اللي طلع فاسد وحرامي وسرسري. ف ركبوا مين بيقدر يقوم بهذا العمل؟ الإخوان المسلمين. فأجى محمد مرسي، هذا الضمانات المطلوبة، احنا مع كامب ديفيد مع امن اسرائيل، واعطاهم دلائل حماس انا بخليهم يوقعوا ولا يهمكم على اي حاجة بدكم اياها، وانه اللي بدكم اياه مطالب منا احنا جاهزين. اجى مجموعة من ضباط الجيش المصري وقياداته وقالوا لا، الا تفكيك مصر، وبدأت العجلة تدور. وهم يعني كما يقال في النكتة المصرية الدارجة بعد ذلك، انه عبد الناصر حاول ينهي الاخوان ما قدرش، مبارك السادات، الاخوان قضوا على الاخوان، لانه سلوكهم الاخوان قضوا على الاخوان. الاخوان قضوا على الاخوان، يعني يجب ان يحمد ربه كل مصري وعربي انه الاخوان حكموا هالسنة، عشان تشوفوا الوجه الاخر. انتوا اخي وائل كنتوا تلومونا في فتح انه ليش احنا ضد حماس، اللي شفتوه هذا ولا حاجة، اللي شفناه من حماس اكتر، اللي شفناه من حماس اكتر، كنتوا تلوموني وكنتوا تخاونوني، لكن تصرفت مع الخطاب عادي، قناعاتي قلتها معك في اللقاء الذي اعتز به، واللي الحمد لله ما شفناش مرسي بعده، يعني مش بسبب الخطاب ولكن ربنا اكرمنا. طيب لكن هل ما يسميه هو دحلان يتأمر على مصر، انك يمكن ان تكون تتعاون مع بعض الاجهزة السيادية في الدولة من اجل مصلحة مصر، تعطيهم معلومات عن بعض الاوضاع في سيناء اذا توفرت لك، يعني هنا ما يتفق مع المصلحة الوطنية المصرية؟ لا شوف، انت تذكر اخي وائل كل الاتهامات، كل كوارث الاخوان والجماعات الاسلامية ضد الجيش المصري حكوها عني ايامها واتهموني فيها، تذكر ذلك؟ والمؤسسة العسكرية ما كانتش بترد، انا كنت برد، لانه انا ماليش وجود في سيناء، انا ماليش عسكر في سيناء، انا الي افراد خرجوا من غزة شباب فتحويين ووطنيين في سيناء. الذي كان ينفذ القتل هم الاخوان المسلمين واخواتها، والتهم علي. اجى الاقدار شاءت انه جاء حكم شريف ونظيف ونزيه ومحترم، الشعب المصري قرروا في التغيير وكشفت كثير من الملفات. اما انه الاخوان المسلمين توقع اكون معهم، كيف اكون معهم؟ ليش بصفتي ايش؟ ليش اكون مع الاخوان؟ انا لا استطيع ان اكون مع الاخوان المسلمين، لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا اخلاقيا. بعدين ما يزولوش علينا بالصلاة والصوم، احنا بنصوم وبنصلي وبنعبد ربنا وبنروح نحج وكما ما احسننا. اما اذا لم تكن معي فانت ضدي، فانا لا ضدك كاخوانجي. الاخوانجي يستبيح دم اي مواطن مش اخوانجي. انتوا لسه بتعرفوش من الاخوان نقطة في بحر. انتوا الشعب المصري لا تعرفوا من الاخوان وغلوهم يعني الرغبة في الثأر والانتقام من اي حد مش اخوانجي، ما عرفتوش 1% من الاخوان. فاحمدوا ربكم انه الجيش المصري قوي، احمدوا ربكم انه في رؤية
في حماية مصر من عدم تفكيكها، لو بقي الإخوان هنا وسينا كما هي كمان 3-4 شهور لكان كل طورة بورة صارت في سينا، وكل مجاهدين أفغانستان ومتبقياتها كانت في سينا، وكل المطلوبين في العالم من الدول روسيا الإسلامية صارت في سينا، زي 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 سوريا الآن، زي سوريا الآن. يعني كان المخطط أن تتحول سينا إلى سوريا وتكون ملجأ وملاذا لكل الجماعات التكفيرية والجماعات المتطرفة؟ لا، تكون سينا ملجأ للجماعات المتطرفة تحكم منها مصر، مش بس سينا تروح العالم. أنتوا غلطانين، كل شعب مصر بفكر فصل سينا لغزة. لا لا لا، أصعب من ذلك. أن تحكم القاهرة ومصر من سينا، مين بده يقولهم لا؟ طب أنتوا اليوم تدفعوا ثمن كل الأخطاء اللي أفرج عنهم من إرهابيين وقتل في سيناء، بدكم ثاني سنتين كمان؟ الله يعينكم، ولسه قدامكم مشوار طويل في مكافحة الإرهاب، ولكن كافحوا مرة واحدة، انتصروا لمصر مرة واحدة، أعيدوا مصر إلى مصريتها مرة واحدة، وأنا أعتقد أنه مصر في الطريق الصحيح. طيب، حماس متهمة قانونيا وسياسيا وشعبيا بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وأنها ربما تورطت فيما هو أكبر، وهو القيام ببعض العمليات في سيناء أو في غيرها. هل فشلت حماس وهل أخطأت بهذا التدخل، وهل سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنا لذلك؟ لأنه للأسف الشديد بعض العامة، رأي العام المصري بدأ يصب جام غضبه على حماس على غزة، ثم يخلط وقد يصيب ذلك بعض الفلسطينيين. لا لا، للأسف صار الخلط حتى من كثير من المثقفين. أخوان يا أخوان، الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة يكون كل الاحترام والمودة والمعزة. أنا دفعت ثمن مع الإخوان المسلمين في مصر، أنا كنت عايش في مصر، لما أجوا على الأقل طلعت من البلد، يعني أول خطوة إنه طلعوني من البلد. الفلسطيني مع الشعب المصري، وليس كل والفلسطينيين في غزة مع الشعب المصري. الوحيدين اللي ضد مصر او ضد الشعب المصري حماس، ما لناش دعوة احنا. لا تحاسبوا الشعب الفلسطيني بما تفعل حماس وتتكبوا من حماس من اخطاء. ثانيا، يجب ان يتم التفريق بين تعامل مصر مع حماس وتعامل مصر مع الشعب الفلسطيني في غزة، لانه مصر مسؤول اخلاقيا وادبيا ووطنيا عن الشعب الفلسطيني في غزة. لكن هذا لا يعني ان تتهرب اسرائيل من مسؤولياتها ويقولوا افتحوا المعابر وافتحوا الانفاق. أنت هل تدري أن إسرائيل مع فتح الأنفاق؟ مع إسرائيل مع فتح الأنفاق؟ نعم. لماذا؟ لأنه إيش بدهم في غزة؟ كبوها على مصر، ما تجيبوا الناس سيرة غزة، ألقي بالمسؤولية. وبالمناسبة ليبرمان في يوم من الأيام طرحها على الوزير عمر سليمان رحمه الله، قال له نو، قال له خذوا غزة وخذوا المعابر. أنا كنت بتفاوض على على على, على قصة غزة والمعابر الدولية في ذلك الوقت، طرد من إسرائيل أنه خذوا غزة بالمرة. لذلك أعود إلى الموضوع، حماس بيني وبينها كثير من الشتائم وكثير من الإساءات وكثير، ولكن أنا قلت ولازلت أقول أن الحل الوطني الداخلي الفلسطيني هو الأفضل، أن نكون على وئام، أن نكون في حكومة وحدة وطنية، أن نكون أن نعالج قضايا الماضي. في دم سفح على يد حماس ضد أبناء فتح يجب أن يعالج، ويجب أن نعالج جميعا ونعض على جراحنا. لكن أنا أوجه كلامي لحماس، إذا بتعتقدوا أنه أنتوا ما عندكوش مشكلة في مصر، لا، أنا أقول لكم عندكم مشكلة كبرى أسمعها من كل المسؤولين. تورطتوا في مصر، رفعتوا أعلام رابعة، هذه تبعت أردوغان، هذا رابعة وما بعوا، وطلعتوا مظاهرة وعرض عسكري لكتائب القسام، هذا كله هذا روحوا ودوه على إيرز، اعملوه ضد الإسرائيليين، تعملوش ضد مصر. في أخطاء وفي جرح من الحكم في مصر ومن الجيش ومن الأمن، وأنا لست نيابة عن الشعب المصري وأقول أن هناك جرح مع الشعب المصري. يجب أن تعالج حماس بحكمة، لا أن تنضم إلى الإخوان المسلمين ولا للجماعات الإسلامية. لكن أنا لا أريد أن أتحدث عن عمليات، لأنه اللي اتهموني بعمليات في سيناء لا يعطيني الحق أن أتهم حماس بعمليات، فهذه مسؤولية الأجهزة السيادية. لكن سياسيا حماس ارتكبت حماقة لا مثيل لها في التعامل مع التغيير في مصر. طب أما عمليا وعسكريا لا أريد أن أتخرج. إذا كانت حماس هي إخوان فلسطين أو هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان، فبالتأكيد نصيحتك لن يكون لها أي جدوى أو قيمة، ولا أهم للإخوان وليس لأي شيء آخر.
طبعا ولاهم للاخوان، ولكن في مصالح لابناء غزه وهم مسؤولين عنها، هم مطالبين بالاجابه على الاسئله الصعبه. حماس فيما يتعلق في مصر صح هم اخوان، ولكن في النهايه مطلوبين ان ياخذوا اجراءات وخطوات ترضي الشعب المصري وتكفر عن اخطاء ارتكبتها حماس، او يتركوا الحكم في غزه، يتركوه لاحد مستقلين، لا يعاقبوا الشعب الفلسطيني باخطاء سياسيه. ولكن هذا بذكرني في ابو مازن اللي بقول لك انا بوزع على حماس ومتحالف مع حماس، يعني بوزع عليهم من العريش وبدي احتلهم، وفي نفس الوقت بقول لك والله بتحالف مع حماس، واللي عمل التحالف هو ابن فلان الفلاني المسؤول. ده بعرفش اذا سمعت الخطاب كاملا. سمعته. اتهمك في الاول انك كنت بتنسق مع حماس وبعد كده باعوك وتخلوا عنك، ولذلك مش عايزينك يعني. وهنا تأتي على ذكر مصر، هنا تأتي في مسؤولية أخلاقية من مصر تجاه أبناء غزة، وفي مسؤولية سياسية وأخلاقية ووطنية على حماس أن تغير وتعيد النظر في كل أخطائها السابقة باتجاه مصر. هذا واجبهم إذا امتلكوا الجرأة، لأنه مصر مش محمد دحلان تغلطوا عليه وتطخوا 2-3 من عنده وتشردوا 100 وتقولوا هو المتهم والسلام عليكم. لا، مصر دولة شعبها واعي وعارف ايش اللي سويتوه. تعتقد 30/6 انقذت مصر والمنطقة وفقا لكلامك بهذا الشكل من نموذج كان سينتشر وكان سيحول المنطقة الى ملجأ لكل الجماعات المتطرفة؟ ما حدث في مصر اعظم ثورة في التاريخ العربي، وثانيا اهم خطوة في تفتيت المشروع الامريكي في المنطقة، اهم خطوة في تفتيت فكرة تفتيت الدول الى دويلات. لذلك انت شفت محمد مرسي ما تقول الا امريكي، جنة جنون امريكا، جنة جنونهم. السفيرة صارت تروح تحضر اجتماعات الاخوان المسلمين. انت راجعوا التاريخ، راجعوا سلوك امريكا باتجاه التغييرات اللي صارت مع الاخوان المسلمين هنا، كانوا اعتبروا انه انتهى الموضوع، وقطر عليها المال والجزيرة عليها التحريض وانتهى الموضوع. جاء الشعب المصري قال لهم ما تأخذونا، إلنا رأي آخر. مرسي اتكل على الله، إخوان المسلمين برا، إحنا بدنا نبني مصر طريقتنا التي تعود عليها الشعب المصري. لذلك أنت لاحظ أردوغان جنة جنونه، قطر نفس الشيء، الأمريكان نفس الشيء، ولكن أمريكا في فرق، مش فيش عواطف، بيعملوا ريفرس، بيغيروا، بتعاملوا مع الأمر الواقع، مع الأقوى. طب قطر لماذا تلعب هذا الدور في غزة وفي مصر؟ والله انا ما نلاقي تفسير علمي ولا لاقي تفسير سياسي ولا لاقي تفسير اخلاقي، على الاقل فيما يتعلق بغزة. بديش احكي عن مصر، مصر يحكي عنها المصريين. يعني ليش قطر وقفت ضد فتح ومع حماس والجزيرة عهرت ياسر عرفات رحمه الله، طلعت جاسوس 100 مرة ومرة، ايش مصلحتهم؟ مش فاهم. يعني يخسروا هذا الجيش الفتحاوي ويكسبوا حماس، هيك لا كسبتوا فتح ولا كسبتوا حماس، فحماس محاصرة ومرمية في غزة لا حول لها ولا قوة. فلا، وشوهونا وعملوا، ما قصروش. أنا نفسي ألاقي تفسير سوى أنهم يبدعوا في خسارة أصدقاء مقابل ماذا لا أعرف. ولذلك مشروع قطر في كل هذا انهار وأزيل. يعني ما وين في ليبيا بقدروش يدخلوها، في تونس وضعهم صعب، في مصر أظن الوضع صعب خالص، حتى في مجلس التعاون سوريا خسروا، في سوريا هم بترجوا حزب الله يعيدوا العلاقات معه، يعني في مأساة. ولذلك أنا أعتقد أن مكانة قطر تكمن في أن تكون رافعة إيجابية للأمة العربية. سؤال الأخير، كان يقال دائما أنه محمد دحلان على علاقة وثيقة بالأمريكان، بل أنه البعض قال أنه هجوم أبو مازن على دحلان خوفا من أن يأتي به الأمريكان، لكن في نفس الوقت محمد دحلان ضد الإخوان والأمريكان يريدون الإخوان. الله. هل تأثرت علاقتك بالأمريكان بسبب موقفك من الإخوان؟ وهل أنت رجل الأمريكان من الأصل؟ أولا نشوف الأمريكان بينه وبينهم مصالح. أنا كنت موظف عند ياسر عرفات، موظف في السلطة بغض النظر وزير ولا غفير، موظف، أنا بعرف حدودي، وكان واجبي أن أتواصل مع الإسرائيليين ومع الأمريكان. ولكن بعد خروجي من الوظيفة بدقيقة بتحدى واحد يقول لي التقيت مع أمريكان، لم ألتقي مع أي مسؤول أمريكي ولم ألتقي مع أي مسؤول إسرائيلي منذ أن خرجت من السلطة من وظيفة الرسمية. ثانيا
أنا في القضايا الإقليمية والعربية والقضايا الفلسطينية إلي رأي شخصي، أنا الآن بشتغلش في السلطة موظف، لا الأمريكان لا يعمل لصالح لا القضية الفلسطينية ولا لصالح القضايا العربية، يعمل لمصالحهم ومصالح إسرائيل. نعم أنا موقفي من الإخوان ربما أثر سلبا أكثر وأكثر في علاقتي في 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 خلينا أقول في الرسائل التي أسمعها في بعض المحاضرات، يعني بيجي بقول لك الجماعة الأمريكان غضبانين منك، ما يغضبوا شو أسوي لهم؟ أنا بشتغلش عندهم، يعني أنا بأخذ راتبي كنت من ياسر عرفات، أنا بدافع عن قضية وطنية فلسطينية، الآن بدافع عن قضية مصرية قومية وليس لي فضل في ذلك، أنا واجب، أنا وطني فلسطيني عايش في مصر. لا الإخوان كانت ضربة للتفكير المنهج الأمريكي، يعني أفسد عليهم مخططات كثيرة. بس بقولك بضمنك الأمريكان بتراجعوا، سيد ما نتراجع وتعمل مع الأقوياء، لا تكون علاقتهم، أنا بطمن الإخوان المسلمين علاقتهم مع الحكم القادم في مصر ستكون ممتازة، لأنه مصالح أمريكا مع الحكم مش معكم، لما كانت معكم كنتوا في الحكم، ثبت أنكم غير مؤهلين حاولوا يدافعوا عنكم باستماتة، مش ضابطة أمريكا بتعمل ريفيرس عادي، بطل تعرفوا عليك عادي، اللي بفكر أمريكا أنت بتتعامل علاقة شخصية، لا مصالح. لذلك أنا ليس لي علاقة بأي مسؤول، ليس لأنني لا أريد أو أنني لا أسعى، أنا مش شغلتي هاي، ليس شأني، نلتقي في محاضرات، نلتقي في ندوات، وكذلك مع إسرائيل اتأثرت العلاقة هم حرين، أنا لا أمثل أحدا، أنا بمثل حالي وسأستمر في قول رأيي، بجوز رأيي مؤثر صح، يعني مثلا كثير عبر وسطات طلبوا أنه أنا أيد عملية السلام وأيد المفاوضات مع أبو مازن، وأنا قلت بديش وبلاش، وأبو مازن في إحدى الاجتماعات وقال لهم الأمريكان حيضربوا على أيده، ابقى قابلني، أنا بحكي عن مصالح الشعب الفلسطيني، بهمنيش لا أنت ولا موقف الأمريكان.